منذ إعلان النتائج النهائية للناخبين يعني نعم. لمجالس المحافظات، عرضت جماهير الأنبار عن ارتياحها للنتائج النهائية يعني من جوابية الانتخابات التي جاءت مطابقة بنسبة كبيرة لتوقعاتهم ولإرادتهم الحقيقية، يعني الحصول لأكثر من 154 ألف صوت من محافظة الأنبار وحصولها على أغلب مقاعد مجلس المحافظة، هذا يعكس إرادة جماهير الأنبار لأنها تسعى إلى استكمال المشاريع الحقيقية التي بدأها الحلبوسي في محافظة الأنبار، وكذلك إرادتها في الحفاظ على الأمن والاستقرار والاستقرار السياسي والأهم ما يبحث عليه المواطنين في محافظة الأنبار. يعني كانت المفاجأة الكبيرة في محافظة الأنبار يعني بحسب المواطنين والمتابعين ما حققه الحلبوسي في بغداد وحصوله على أغلب المقاعد يعني في بغداد، والذي يشكل حقيقة أنها انقلاب جماهيري في بغداد. نعم. أما في الأنبار فإن يعني مجلس المحافظة ينتظر الجميع هنا إلى تشكيلة السياسية الحقيقية لمجلس المحافظة بعد انقطاع 10 سنوات، وما هي التغيرات التي ستطرح على المشروع السياسي الذي سيحمله مجلس محافظة الأنبار خلال المرحلة المقبلة، سيما وأنهم وضعوا جميع آمالهم وتطلعاتهم في صناديق الاقتراع. تنتظر جماهير الأنبار ماذا سيحقق مجلس المحافظة القادم في محافظة الأنبار. طيب يعني تصدر حزب تقدم في بغداد والأنبار، إلى أي مدى يعني هذا الفوز عزز ثقة الشارع الأنباري بهذا الحزب، وأيضا وأنه خصوصا وأنه شكل مفاجأة لقوى الإطار التنسيقي بشكل عام؟ نعم، طبعا ما حصل في الأنبار وفي بغداد، قد تكون الأنبار لم تشكل تلك المفاجأة الحقيقية لأنها جاءت حسب النسب المتوقعة في محافظة الجماهير والمتابعين يعني الانتخابات، النسب التي تحققت لم تكن يعني بعيدة عن توقعاتهم، ولكن المفاجأة الكبيرة التي تم تحقيقها في بغداد التي يعني أكدت إرادة يعني جماهير بغداد في التغيير والإرادة الحقيقية لأن يكون المشروع الوطني هو الذي الأول في بغداد باختيارها محمد الحلبوسي وحزب التقدم. هذا الحزب الذي يحمل مشروعا وطنيا قد يجمع العراقيين تحت مظلة واحدة حقيقية بعيدة عن جميع المسميات. الجماهير الأنبار أعربت عن ارتياحها لما حققه حزب التقدم في الأنبار وبغداد وباقي المحافظات، يعني تأكيد أنه يعبر عن إرادة العراقيين، لأنه المشروع الحقيقي الذي يحمله حزب تقدم هو يشمل جميع العراقيين وليس محافظة الأنبار أو بغداد. وتنتظر تلك الجماهير أن تكون المرحلة القادمة هي الأفضل للجميع وأن تتجاوز جميع الخلافات. طيب. وما جرى قبل الانتخابات يعني تكون انقلب السحر على الساحر كما تحدث بعض المواطنين في محافظة الأنبار. كان هنالك إشادة شعبية واسعة بنجاح الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات في محافظة الأنبار، حدثنا حول نعم هذا الموضوع يا سعد. نعم، كانت الخطة الأمنية قد نجحت يعني قبل الانتخابات وفي يوم الاقتراع الخاص وبعد الانتخابات، قاد شرطة الأنبار اللواء محمد رشيد أكد نجاح الخطة الأمنية بشكل كبير، سيما وأنها تضمنت يعني عدم الضغوط على المواطنين وعدم قطع الشوارع والإبقاء بالوضع الأمني كما هو عليه، فقط تكون يعني التجهيزات الأمنية في محيط المراكز الاقتراع وفي تسهيل وانسيابية الناخبين. نجحت الخطة الأمنية بحسب القيادات الأمنية الموجودة بالأنبار بشكل كبير وحققت نجاح للعملية الانتخابية برمتها. نعم.